السلام عليكم حبوباتي، نقدم لكم واحد الكاطو غونفيرسي رائع جدا بالكراميل. شنو نعملوه؟ بالشهديه او بالخوخ اللي متوفر لنا في المنزل. في المكونات عندنا 150 غرام الدقيق الابيض، قرصه الملح، ملعقه صغيره من الخميره كيماويه، 120 غرام من الزيت، 120 غرام من السكر، اربع بيضات وملعقه كبيره من الكريم فريش او القشده الطريه. في ان سالادي غادي نخلطوا السكر، نضيفوا له البيض. بالنسبه لهذا الخليط كيك يمكنكم تعتمدوا ويصير عندكم ككيك اساس. يمكنكم تتفنوا في انواع الفواكه، يمكن تعملوا معاه الانانا، بواغ، تفاح اللي كان، تيجي خفيف ورائع جدا. كيف ما شفتوا مقاديره بسيطه. غادي نخلطوا البيض والسكر حتى ينسجموا، خلطهم بفوية يدوي بلا ما نحتاجوا للطراب الكهربائي. ثم بعد ذلك نضيفوا الزيت. بالنسبه للسيده يمكن لها تستبدل الزيت بالزبده، المهم اي ماتيير غاس. تنضيفوا معلقه كبيره ديال لاكريم فريش، تعطي واحد الليونه ورطوبه هي لي غاتو، رائعه جدا. ثم بعد ذلك نضيفوا ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه، ونضيفوا الدقيق الابيض والقريصه ديال الملح، ونخلطوا حتى تنسجم من المكونات. وهالخليط اصبح جاهز، سهل جدا ورائع جدا. كيف ما قلت لكم يمكن تعتمدوه كخليط اساس لجميع الفواكه اللي بغيتوا تعملوها بهذه الطريقه. اونطخطون غادي نحضروا الكراميل. غادي نعملوا 100 غرام ديال السكر سنيده على نار مهيله حتى يتحول اللون ديالو للكراميل. ما كنضيف له لا ما لا والو، جوست سكر حتى كيتحول الكراميل. والسيده تحكم في اللون ديالو، حتى تبغي يكون اشقر شويه ولا تتبغي فرونسي كيف ما عملت له انا. غادي نحتاجوا تقريبا 650 غرام من البيش، بالنسبه لي قطعتها جوانح بهذا الشكل. غادي نحاولوا نسطوها فوق الكراميل مباشره. ثم بعد ذلك تنضيفوا او تنصبوا عليها الخليط ديال الكيك اللي عملنا بهذا الشكل. نحاولوا نسطوا في جميع الجوانب وتندخلوها الفرن حتى كطيب، وتنقلبوها تجي رائعه جدا جدا جدا. كنتمنى تجربوها. بالنسبه لي انا تكرميزات ليا بهذا الشكل، لاني انا عملت كراميل شويه فرونسي. يمكن لكم تحكموا كيف ما قلت لكم في اللون ديال الكراميل على حساب لوغو اللي بغيتو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناه. مرحبا باسئلتكم واقتراحاتكم، ودعوا لي اسفل الفيديو وان شاء الله نجاوب عليها. شكرا للمشاهده.